سامع في دمعها صوت طالع، وقفت عم بتناديك عم تندهك خليك. مرحبا. مرحبا. لبس عليك؟ الحمد لله. ايش تعمل اليوم؟ اليوم؟ اليوم عندي قضية. ما مش موسيقى اليوم؟ لا اليوم لا ما شاء الله في القريب. شنو الدراسة اللي تخدم فيها تقرأ فيها بليتو؟ نقرأ معناها في المعهد العالي الموسيقى وعامل فورماسيون. بالنسبة للدراسة معناها كملتها والحمد لله هاني معناتها. الالتحاق بالمعهد العالي الموسيقى على أي أساس يتمه بصفة عامة؟ والله يا سافوار انت معناتك فما اللي بغايه عنده طموح حب فما بغايه مثلا بوه وامه كيكه دخلوه لزموه عليه، فما بغايه انسان معناتها مثلا ما لقى ما يعمل حب يتسلى. سافوار الاختيار معناها الاختيار يتعدى بكونكور اسكي تعمل تيست نتاع عزف ولا تيست غناء ولا شنو بالضبط؟ على المبدا معناها انت تحكي اي من الاول هو معناتها باش تيوريكمون معناتها، ومن بعد كما معناها العام الثاني نتاعو يبدا معناتها يختار لي زانسترومون نتاعو اللي هي يرتاح لها ويحبها ومغروم بها، ويبدا بشوي بشوي معناها كي في تونس عندنا برشا شعب يقراو بطاله، هل عندنا في الموسيقى اساتذه موسيقى بطاله؟ بوم كي خبيله حسيتها شوي يقراو وفرد وقت كيف يتخرجوا شيء معناها ما عندنا بطاله في برشا اختصاصات، هل في الموسيقى عندنا بطاله ولا؟ بيان سور اخي البطاله في كل شيء، هي اسكو معناها كانت في التعليم ولا كانت في التعليم تاع الموسيقى ولا البطاله معناها بصفه عامه. انت انجينيريت او معناتها مهندسين معناها مطيشين تو معناها بدوسياتهم باعثين معناها ووصلوا لالمانيا وكذا، النسبه ذي موجوده في تونس اخي ما هو معروف معناها نعرفوها الناس كلها كذا. انت اليوم كملت قرايتك؟ الحمد لله. شنو تعمل؟ شنو تستنى توظيف ولا شنو بالضبط؟ والله الحقيقه نحب نكمل الموسيقى نتاعي، انا عندي معناها اوبجيكتيف عندي بلوز امبورطون نتاعي، ان شاء الله يعاون ان شاء الله ربي يعاون كل انسان، اي انسان عنده طموح مهما كان الطموح قد يبدو لك انت بسيط لكن هو يغزر له بصوره مضخمه، يعني حاجه يغزر لها مزيانه على الاخر، ان شاء الله ربي يعين كل انسان، المهم الطموح والمهم الواحد يسعى معناتها هذيك اهم حاجه. قلت لي طموح، طموح وحده ما يوصلش اليوم، لازم تخدم اكثر. علاش طموح وحده ما يوصلش؟ الطموح اخي سامحني طموحه باش يدق عليك الباب، ماك انت معناتها باش تعمل له كرياتيف كامله، انت معناتها باش تسعى باش تنتج باش تطيح وغدوه باش تعاود تقوم، ما يلزمش اعذار معناتها راك اليوم تحط غدوه تقوم، بعد غدوه تحط بعد غدويك تقوم وهي ماشيه معناتها باش ولازم توصل معناتها ما فماش انسان من الدرجه الاولى وصل ساقه حتكشي للدرجه الاخرانيه معناها. الناس الكل بدات ماشي كل واحد ووضعيته معناتها فهمتني، يمكن النفسيه نتاع المواطنين يمكن النوفيل جينيراسيون نتاع توا يمكن هي اللي هكا معناها تحس معناها فهمت الامور صعيبه شويه. اي اصلا تخنقت معناها العباد توا معناها تحس معناها انت اصلا حتى كي تمشي معناها عادي تحس العباد الكل قالقه فاده معناها العباد الكل معناها نتاع اختاني يرحم والديك معناها خليني نمشي. اكثر حاجه متميز فيها العزف ولا الغناء ولا شنو؟ الغناء. الغناء. شنو هو الستيل نتاعك؟ كيما حكيت المره اللي فاتت طرب. طرب معناتها وغني معناتها حاجات اكل نتاع المالوف نتاع الحاجات القديمه معناها مش ستيل معناها تراب وراب وكذا. يعطيك الصحه. اعطينا شوي طرب. طرب. معقول منك سامع في دمعها صوت طالع، وقفت عم بتناديك عم تندهك خليك، احكي لي اذا مش راجع حتى ما انطر فيك، مرت سني وانا يا حبيبي في مكاني وكأنه اليوم بعدك على عيني بكاني وكأنه اليوم بعدك على عيني بكاني، مستغرب كيف ما نسيتك بهالأيام يا حبيب لو ما حكيتك ما بعرف نام يا حبيبي لو ما حكيتك
ما بعرف نام. ما شاء الله عليك وما شاء الله على صوتك، شفنا اخر عاد تولي فنان معروف ومشهور تنسينا ذكر احنا عرفناك للجمهور. لا لا فادي كورة. لا عادي عادي عادي، ما بطبيعتها الفلوس ماهيش مالها الا وسيله تقعد هي معناتها عادي، ما مالها مال غزمو طول عبيت تتقاس ولا شو نسالك انا خاطر على طبقات وصوتك حسب ما نسمع ما شاء الله عليك صوت. اساتذه الموسيقى شو يقولوا عليك؟ يقولوا لك عندك صوت شنو؟ والله ماك تعرف خاطر استاذ الموسيقى مش كيما مستمع عادي معناها فهمتني، يركز على الديتا يركز على معناتها الباز موجود. والله مش فخره معناها حسب معناها باش نعطي للامانه معناها قالوا لي يعني عندك معناتها نوعا ما بالنسبه للديفوات انك تغني شويه بخشمك يعني نوعا ما وعاديه معناها هو فوالا ما هو يقول لك شنو معناها باش معناها اي انسان حتى لو يبدا فنان واصل معناها ما يلزمش انك تفرش له الورود وتغلطه معناتها يلزمك تعطيه لي ديتاي سبحان الله ينجم يصلح من روحه ينجم كذا كذا والحمد لله بشويه بشويه بديت غني برشا طبقات خاطر قوة الفنان انه صوته يبدل الطبقات وهو يغني. لا انا كنت باش نتوا معناها نحكي لك على قالوا لي معناها بالنسبة للحاجة معناها الباهية اللي فيك انه عندك خامة صوت ديجا قوية وقادر انك معناها تنميها وتطورها معناها ما اكثر وما اقوى معناها من هكاك وبشوية بشوية معناتها درجة درجة ديجا معناها كي بديتها انا شد بطاطا نحطها في فرقيطه نطلع فوق الطاوله نحط كراسي نصففها ونتخيل اللي فما سين وكذا وهذيك الحاجه انا وصلت لها الحمد لله معناها ومع فنانين كبار والحمد لله وكها ومع. عندك عروض؟ والله حاليا بور لو مومون لا، اما ان شاء الله في القريب ان شاء الله. الانسان ديما يبحث سيف، الانسان لازم ديما يبحث، ما تقعدش تتفرج لازمك انت تبادر، فما فنانين يقدموا يساعدوا الموهوبين. انا نقول لك لهنا الطموح ما عندوش قوانين، راه باش تقول لي انت الطموح راه ما عندوش حتى حواجز وحتى قوانين، اسكو امنت انت بنفسك؟ اسكو انت حتى لو عندك مثلا حاجه ما نجحتش ولا حاجه مقلقتك في الماضي تجاهلها في الوقت الحالي وابني مشروع جديد، ابني مشروع جديد وامن به توصل توصل. اليوم الساحة الفنية فيها برشا أنماط موسيقية وبرشا فنانين وبرشا وجوه جديدة ظهرت، لكن في جانب الراب أكثر منه الترابي. أنا سامحني الوجوه الجديدة معنا الفترة الأخرانية فما كومام في الأناقي والسنوات الأخرانية كومام في الراب يوتيوبر سامحني راهو أسمع لا جابوا معناتها مرة يحكي معناتها مزاودي في التلفزة قال احنا كنا قبل رسميلنا وأكل عيشنا من الكاساتات يا حسرة معناها كنا قبل اليوتيوب تو والرابوريت قضاء ومعناها الدنيا كل الانترنت هي بصفه عامه بحكم ما كاو معناها كل وقت ووقت والدنيا طورت وكذا سامحني الرابور توا معناتها هاك تشوف معناتها كلها معناتها ديما نفس البيرسوناج تحسها ديما نفس الحكايه ديما اللي يغني على الحال الفقر والحرقه وشنو والاخر او قلقوا معناها ولاو يكلاشيو في بعضهم باش يعملوا البوز باش الاعلام يحكي عليهم كذا هذيك هي معناها مانيش نشوف في حاجه جديده معناها اما اسهل انه غنيت راب يقول لك في خمس دقائق نجم يعمل غنيه بكلام ما تفهموش هذا معناه ولا غنيه ترابيه بكلمات موزونه. توا راهو نوفيل جينيراسيون مالغوزمون راهو ما عادش معناها توا الاحصائيات حتى فما صحيحه بات تسمع فما كذا عندي برشا اصحابي معناها حتى معناها في مواقع التواصل الاجتماعي في الدنيا في الكل معناها يسمعوا معناها ونقرا معاهم انا ديجا مي مالغوزمون ريت توا انت سامحني باش تلقى معناها جون كي ماشيين مثلا للبحر في الصيف ولا كذا انت ما باش تلقى حاطط لك بافل كي على كتفه ويسمع معناتها في فهمتني حاجه معناتها راب تراب كذا معناها ما يحبوا كيما نقولوا كالغنيه نتاع الريتم نتاع كالينيرجي نتاع حتى لو هو مش فاهم المصطلح نتاع الكلام حتى لو مش هو معناها هكاك معناتها توا معناها ما عادش هكا الميولات هذيك صايي مشيت الثمانينات والتسعينات معناها صايي ما عادش توا معناها حاجه صعيبه معناها اما كومين فما عباد مازالت تسمع معناها اليوم عندنا ديما في كل مره تونس اكد اللي هي عندها اصوات وعندنا وجوه فنيه كبيره المستوى العربي معناها كما ذكر قبل كما مينا فيخه زاده فنانه قبل بعض الانتقادات في الفتره الاخرانيه ليها ديما عندنا الخام موجود راهي تونس ولاده وجابت معناها جابت الاساطير من الاخر معناها مش فخره راهو برشا عباد تقول لمصر انجت صحيح معناها مصر انجت راهي وجابت اسامي ومعناتها ام كلثوم وكذا وعبد الحليم فريد الاطر هذوما كل مدارس ونستعرفوا بهم معناها في العالم مش حتى هنا لكن ريت انا معناها بالنسبه معناها ليا انا راهي تونس معناها اللي انجدته لكن الاعلام ما كانش معناتها لاهي كما يلزم معناتها راهو كي نشوفوا احنا صالحه كي نشوفوا عليا كي نشوفوا ما رخش معناها التاريخ تقول
بيان سور ما نرخش كما يلزم، لانه الاعلام في الفتره هذيك فتره الستينات وفتره الخمسينات والسبعينات كله كان مصر، معناها كلها معناها كانت معناها مصر مصر مصر. عارفين احنا ما احنا تونس مالغوزمون ما تلهاوش بالفنانين كما يلزم، كما علي الرياحي كما الجاموسي كما برشا. مش مسؤوليه الاعلام كهورا خاطركم هذه ثقافه، مسؤوليه الثقافه ككل وكل كل بيان سور، والثقافه يدعمها الاعلام، يدعم شيء مربوط ببعض، الاعلام يدعم الثقافه والثقافه باش تدعم الاعلام. الثقافه مالوغوزمون في تونس وخاصه في الحقبه ذيك ما كانتش معناتها كيما في وقتنا نتاع توا، معناها بحكم الدنيا تطورت مالوغوزمون معناتها، لكن راهو احنا عندنا معناها تونس راهي تجيب وفما برشا مواهب معناها وبرشا معناها حاجات، مش حتى في الفن، حتى في التمثيل، حتى في الرسم، حتى في اللي تحب انت، راهو كله راهو الفن هو بصفه عامه معناها كله مزيان معناتها. شكرا لك، يعطيك الصحه.